اهلا احبائي الاعزاء مره اخرى في فيديو جديد على قناه ايش فلوغ. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين وفي صحه جيده. كما كتشوفوا غادي نحضروا اليوم دي بيني اللي كيجيو لذاد وهشاش بزاف. نخليكم مع المقادير. من اجل تحضير هذا البيني هذا كنحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الابيض، 50 غرام ديال السكر سنيدة، واحد بيضة، 150 مليلتر ديال الحليب البارد، 7 غرام ديال الخمارة، 100 غرام ديال سكر فاني، و 50 مليلتر ديال الزيت، وقبصة ديال الملحة. الان غادي ندوزو باش نخلطو الخليط ديالنا. اول شي غادي نستعملو الطحين، 300 غرام ديال الطحين، هنا عندنا سكر فاني، كما قلت لكم هذا البيني هذا كيجي لذيذ بزاف. كنتمنى يا ربي انكم تجربوه وتخليو ليا في لي كومونتير. من بعد غادي نضيفو قبصه ديال الملحه، هنا عندي 50 غرام ديال سكر سنيده، هنا عندي 50 مليلتر ديال الزيت، وغادي نضيف الخمارة ديالنا 7 غرام تقريبا. كنضيفو جميع المقادير، وواحد بيضة، كيجي ساهل واللي جميل فيه انه ما كان يخمر ما حتى شي حاجه، يعني كي كان عجنوه كنقليوه ديك الساعه. والان غادي نجمعوا الخليط ديالنا الحليب البارد، غادي نبداو نضيفوا في الحليب حتى يتجمع لينا الخليط ديالنا. كما كنعرفوا الكبار والصغار كنا كنبغيو لي بيني، يعني هادوك عفوا هادوك يجيو بهذا الشكل هذا. كما كتشوفوا العجينه ديالنا خصها تكون كتلصق باقي شي شويه، يعني شي خفيفه. غادي نديرو صبيعات على هذا الشكل هادو، وغادي نكملو الخليط ديالنا بالكامل. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي بيني ديالنا، كيجيو ذهبيين بهذا اللون هذا. كنتمنى يا ربي انهم يعجبوكم. كنزوقوهم بسكر كلاصي من الفوق كندردرو عليه. كنتمنى انكم تجربوهم وتردوا عليا في التعاليق كيف جاوكم. انا من عندي كيجيو هشاش ولذاد بزاف بزاف. كتقدروا تقدموهم مع كويس ديال اتاي، بصح كيجيو رائعين بحال اللي كنشرو من الزنقه واحسن.
ما تنساونيش اللايك والبارتاج، وكنتمنى لي كومونتير ديالكم تقولوا ليا من بعد ما تجربوهم كيف جاوكم. والى اللقاء مع فيديو جديد، وتهلاو فراسكم بزاف. باي باي.